فأهم أركان الذكر للذاكرين السائرين إلى الله ثلاثة: لا إله إلا الله، الصلاة على المصطفى، والاستغفار للرحمن جل جلاله. فلا يكثر منهما متوجه صادق منها متوجه صادق إلا قرب عليه كشف الحجاب وفتح الباب وتوالي الوهب من الوهاب جل جلاله وتعالى في علاه. وإن أولاكم بيوم القيامة أكثركم علي صلاة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.